أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. الفيلا اللي قدام حضراتكم دي كانت المرحلة الأولى للمعاينة، حالة العمدان بالصورة دي، والأسقف كمان كانت بالصورة اللي هشاور عليها فوق دي. فدي كانت حالة الفيلا متهالكة بالكامل، سواء عمدان أو أسقف، غير إن كمان كانت في أخطاء إنشائية للكمرات، ودي طبعا كل الكلام ده أعيد تصليحه في أثناء الترميم. دي هتبقى مقدمة كل حلقة، خليكم معايا عشان تشوفوا الخطوات اللي تمت في هذا المكان. أرجوكم محدش يطلع من الحلقة. تحياتي ليكم، ابقوا معي. المقدمة دي هتبقى بتاع كل الحلقات، ترميم الفيلا دي. احنا هنوريكم مراحل بتاعتها علشان خاطر بقول لكم تعالوا نشوف المرحلة بتاع النهاردة ايه. احنا داخلين بقى طبعا الفيلا كده، هنشوف اول حاجة بتتعمل فيها وهي ازالة التشطيبات اللي موجودة تحت، اللي كانت مغطية المشكلة الخرسانة. طبعا انا مش من محبذين التشطيب اللي بيغطي الخرسانة كده، لان ساعة الخرسانة ما يبقى الحديد بتاعها مصدي، والخرسانة دي تيجي تقع كده هتاخد التشطيب وممكن تعمل كوارث تحتيها. بالتالي احنا طبعا عرفنا الكلام ده ازاي، ان احنا فتحنا اماكن مش متشطبة ولقينا الشروخ فيها مش كويسة، لولا ان المكان ده مشروخ بالمنظر ده. وطبعا احنا لما بنشوف حالة الخرسانة مشروخة بالصورة دي كده، بنعرف ان ده سببه الاول بيكون صدع حديد. طبعا احنا لما فتحنا في اماكن اخرى هنبقى نوريها لكم، لقينا الصدع بالمنظر ده كده. خليكم معانا وتابعوا بقية الحلقات عشان نوريكم احنا هنقوم بالعمل ده ازاي. تخش بصوا بقى هنا، دي المكان اللي كشفته واللي بيّن ان فعلا في حالة صدأ شديدة في الحديد. طبعا دي وقعت لوحديها وبهدلت الدنيا تحت. تابعونا باقي الحلقات علشان خاطر تشوفوا ايه اللي هيتم في الفيلا دي. ان شاء الله كل خطوة هتحصل هنا في الفيلا دي هنصورها لحضراتكم وهنوريكم الشغل عامل ازاي. اشكركم، وحلقة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.